اقبال من القاهره. اتفضلي. مساء الخير. ايوه مساء الخير يا استاذ معتز. اهلا وسهلا. انا بس كلمه صغيره للاستاذ ناصر. احنا مش بنناقش اعدام عام، انا بنناقش حاله. لا يا فندم، انا بناقش اعدام عام من فضلك. انا عايز اوضح حبيبي، البنت دي حالتها انتهت، ملهاش حياه بعد كده. يعني واحده اعدمت، هو زي ما اتقال وزي ما بعثوا لسيادتك، السارق بتتقطع ايده، هو بوظها هي، فلازم يتقطع عضو الذكري، يبقى انسان ملوش اي صفه في الحياه، وبعد كده يتعدم يتكيد ب60 نيله. يعني احنا اللي عندنا بنات، انا اولادي بنات، وانا اعلم ان انت عندك بنات، انت عشان كده حاسس يا استاذ معتز، حاسس باللي فيها وحاسس باللي جرى للبنت. انا ما بناقش حاله عامه في اعدام، انا بناقش حاله خاصه في واحد كلب ذئب حيوان افترس واحده، هي حياتها انتهت واصبحت انسانه معدمه، هي معدمه، اعدمت، هي اعدمت. يقابلها طيب. بالظبط السريعه الاسلاميه بتقول كده، اللي سرق طيب. يتقطع ايده، اللي سرق يتقطع عضو الذكري، اللي قتل يتقتل، الشريعه الاسلاميه كده، الا اذا كنا مش هنطبق الشريعه الاسلاميه. وسالوا رئيس الجمهوريه، هو ادرى رئيس الجمهوريه واحس وحاسس رئيس الجمهوريه بالمراه شكلها ايه؟ لما طيب. يحس رئيس الجمهوريه بان المراه اتعمل فيها ايه؟ دي هتطلع تربي ناس ازاي؟ طيب شكرا مدام اقبال.